المطرب مصطفى قمر خلال فقرته بمسرح حفل كاس التسعين، وقدم عدد من الأغنيات الكلاسيكية الشهيرة، ودخل الكابو حمد الشاعري معه في وصلة رأس، وقدم معا أغنية وهي غزالي. وكان أشعل كل من المطرب والملحن حميد الشاعري والمطرب هشام عباس حفل كاس التسعين والمقام على مسرح بنش مارك بجدة في السعودية، وغنى الثنائي الديو الشهير عيني الجمهور معهم كلمات الأغنية. يشار إلى أن أغنية عيني تأتي ضمن ألبوم حميد الشاعري والذي صدر عام 1997 من إنتاج شركة عالم الفن، وشاركه الغناء فيها المطرب هشام عباس، كما شاركت الفنانة اللبنانية نيكول سابا كموديل في كليب هذه الأغنية. وشهد مسرح بنش مارك بالسعودية إقبال جماهيري كبير لحضور حفل نجوم التسعينات والذي يحمل شعار كاس التسعين. ويضم حفل كاس التسعين كوكبة من نجوم التسعينات وعلى رأسهم حميد الشاعري، رافقا كل من الفنانين سيمون، محمد محي، هشام عباس، مصطفى قمر، إيهاب توفيق، حسام حسني، وخالد عجاج. مش تملك شكله عامل عامل.